بسم الله الرحمن الرحيم، وبه اهتدي واستعين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله يا شباب شركة آفاق التعليمية للمرحلة المتوسطة والصف الأول المتوسط، ومع مادة إلى يا شباب. لازم في أول حاجة لازم نعرفها، لازم ندخل على فهرس المحتويات اللي عندنا. إحنا هندرس إيه في هذا الكتاب؟ الكتاب عندي مقسم إلى ثلاث وحدات. الوحدة الأولى اسمها العلم وتفاعلات الأجسام، العلم وتفاعلات الأجسام. الوحدة الأولى فيها عندي فصلين، الفصل الأول بيتكلم عن طبيعة العلم، والفصل الثاني بيتكلم عن الحركة والقوة والآلات البسيطة. يبقى أنا عندي فصلين. طبعا الفصل الأول اللي هو طبيعة العلم فيه ثلاث دروس، والفصل الثاني فيه أيضا ثلاث دروس. الوحدة الثانية بتتكلم عن طبيعة المادة، فطبيعة المادة فيها أيضا فيها فصلين. الفصل الثالث بيتكلم عن المادة وتغيراتها، والفصل الرابع بيتكلم عن الذرات والعناصر والجدول الدموي. الوحدة اللي بعد منها بتتكلم عن سطح الأرض المتغير، ودي الوحدة رقم 3، وفيها أيضا فصلين. الفصل الخامس بيتكلم عن الصخور والمعادن، والفصل السادس بيتكلم عن القوة المشكلة للأرض. طيب يا شباب، ازاي نقدر نستخدم كتاب العلوم؟ يعني كيف نستخدمه؟ انا اللي يهمني في الموضوع ده هو قوته افتتاحية الدرس. شوف الدرس عندي في افتتاحيته، في أول صفحة فيه، في حاجات يجب أنك أنت تعرفها كويس جدا جدا جدا، وهي دي المفتاح بتاعك. أنا عندي في أهداف لازم أقرأها كويس، وعندي في كلمة الأهمية، ليه الموضوع ده هو مهم بالنسبة لنا، إيه الفايدة اللي من وراه، وفي عندي مراجعة المفردات، وفي عندي المفردات الجديدة اللي أنا يجب أن أنا أطلع بيها من هذا الدرس. خلاص، يبقى افتتاحية الدرس يجب أن أنا أعرف في الدرس أشياء، أعرف أهدافه، إيه الهدف من هذا الدرس، أعرف الأهمية بتاعته، ايه هي مراجعة المفردات، في مفردات مرت عليا قبل كده بنستخدمها، في عندي مفردات جديدة، الشيء الجديد اللي هي الكلمات الجديدة يعني اللي هيقولها لي. تعال اما نطبق الكلام ده هو على الدرس الاول ونشوفه. هذا هو الفصل الاول، وتعال اما نشوف الدرس الاول اهوت، هذا الدرس الاول. تعال اما نطبق الكلام، هاجد في الدرس ده هو اشياء، هي زي ما انا قلت، في عندي اهداف، في عندي اهميه، في عندي مراجعه المفردات، في عندي المفردات الجديده. يبقى الاربع حاجات اللي اتكلمت عنها موجوده الان. طيب يا استاذ الكلام فيه حشو كتير، اعمل ايه واذاكر ازاي؟ اقول لك ابدا، سيبك من حته الحشو الكتير والكلام الكتير، حاول تحقق الأهداف دي. يعني إيه أحققها؟ يعني الحاجات دي اللي مطلوب، دي الحد الأدنى من المعلومات اللي أنت يجب أنك أنت تعرفها في هذا الدرس. هتعرف العلوم وتحدد الأسئلة التي لا تجيب عنها، هتقارن بين النظريات والقوانين، إيه هي النظرية وإيه هو القانون، هتقول لي الفروع الثلاثة للعلوم، كم فرع للعلوم عندنا؟ هو قال لك ثلاثة، ايه هي؟ يجب انك انت تعرفها. هتحدد المهارات اللي بيستخدمها العلماء، هتوضح المقصود بالفرضية،
هتميز الاختلاف بين الملاحظة والاستنتاج. طب الأهمية، والله أنا بستفيد من مادة العلوم في تعرف العالم الذي نعيش فيه. خلاص. طب مراجعة المفردات، إيه المفردات اللي إحنا درسناها قبل كده؟ درسنا النظرية، إيه هي النظرية؟ بتقول تفسر الأشياء أو الأحداث بناء على المعرفة التي تم الحصول عليها من الملاحظات والتجارب، خدناها قبل كده. طب الملاحظة هو سجل أو وصف لمشاهدات أو أنماط في الطبيعة، يبقى الكلمتين ده هما كلمة مراجعة، يعني أنت خدتهم قبل كده، حاول تنشط ذهنك وتعرفهم مرة تانية. طب المفردات الجديدة، هي دي بقى المفردات الجديدة اللي أنت يجب أنك أنت تقوم وتعرفها المرة دي. إيه هي بقى المفردات الجديدة؟ هتعرف العلوم، التجربة المضبوطة، الطريقة العلمية، القانون العلمي، الفرضية، الاستدلال، النظرية العلمية، المتغير، المتغير المستقل، المتغير التابع، التوالي. هي دي الأشياء. كم كلمة عندنا؟ ده 1 2 3 4 5 6 6 و4 10 11 كلمة يجب أنك أنت تعرف. طيب تعالوا ما نشوف العرض ده هو، وإن شاء الله تستوعبهم كل شيء بسهولة. العرض بتاعنا هو أول حاجة عندنا على طبيعة العلم. طبيعة العلم ده الدرس الأول بتاعنا يا شباب. التعلم عن العالم. قال لك عندما تفكر بالعلم فهل تتخيل شخصا في مختبر محاطا بالجداول والرسوم البيانية والزجاجات وأنابيب الاختبار؟ أي شخص يحاول أن يتعلم شيئا ما حول طبيعة العالم نطلق عليه اسم مين يا شباب؟ اسم عالم. أي واحد عايز يتعلم أي شيء حول طبيعة العالم نطلق عليه عالم. طيب هنا بيقول لي إيه هي مادة العلوم؟ إيه هو العلوم يا شباب؟ بيقول لي هي طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي. تعريف العلوم ما هي؟ هي طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي. خلاص، هو ده تعريف العلوم. فالعالم يسعى إلى معرفة لماذا أو كيف أو متى تحدث الأشياء من خلال ملاحظتها وطرح أسئلة عليها. صح؟ طيب هنا دايما العالم بيطرح سؤال ثم يحاول يجد تفسير ممكن لهذا السؤال، وبالتالي يكون معلومات جديدة. بس المعلومات دي هل ما زال التفسير ممكنا؟ يعني التفسير اللي هو فسر به السؤال اللي سأل نفسه هل ما زال ممكن، ولا يمكن يعدل التفسير، ولا يرفض التفسير، ولا يجد تفسير جديد محتمل؟ النظريات العلمية، ايه هي النظرية العلمية بقى يا شباب؟ النظرية العلمية زي ما قلنا تعرفها هي محاولة لتفسير سلوك او نمط معين تمت ملاحظته مرات كثيرة. دي تعريف مين؟ النظرية العلمية. ركز معايا، محاولة لتفسير سلوك او نمط معين تمت ملاحظته مرات كثيرة. انا كل مرة بشوف الشيء ده يبقى انا بحاول افسر السلوك او النمط اللي انا شفته ده في العالم الطبيعي، ويجب ان النظرية بتاعتك تدعمها بايه؟ بالملاحظات والتجارب. يجب انك انت تدعم النظرية بتاعتك بالملاحظات والتجارب. يبقى ده اول او تاني كلمة انا عرفت العلوم. العلوم احنا عرفناه وقلنا عليه عوض
طريقه لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي. عرفنا هنا النظريه العلميه اهي محاوله لتفسير سلوك او نمط معين تمت ملاحظته مرات كثيره. طب الكلمه الثالثه القانون العلمي يا استاذ، اقول لك صحيح القانون العلمي. ايه هي القانون العلمي او القوانين العلميه؟ هي قوانين تصف نمط او سلوك معين في الطبيعه، ولكن تصبح الملاحظه قانونا يجب انك انت، ولكي تصبح الملاحظه قانونا يجب انك انت تشاهدها مرات كثيره. يعني هي قوانين تصف نمط او سلوك معين في الطبيعه. لحد هنا بس ده تعريف مين؟ القانون العلمي. يبقى القانون العلمي قلنا عليه هو قانون بيعمل ايه؟ بيصف نمط او سلوك معين في الطبيعه. خلاص؟ فمثلا انك تتنبأ بسقوط حبه التفاح باتجاه مين؟ باتجاه الارض. يهتم طبعا ده الفروع مين؟ خلي بالكم ده الفروع الثلاثه، فروع العلم الثلاثه. ده الثلاث فروع اللي احنا اتكلمنا عليها، ثلاث فروع. ايه هي فروع العلوم؟ انا عندي ثلاث فروع. اول حاجه علم الحياه. علم الحياه ده علم من العلوم اهو، ده رقم واحد اهو، رقم واحد علم الحياه او علم الاحياء. وعلم الارض والفضاء طبعا ده رقم اثنين مع بعضها، الاثنين مع بعض علم الارض والفضاء. علم الارض بيهتم بدراسه انظمه الارض، اما الفضاء فبيهتم بدراسه الكواكب والحياه اللي موجوده عليها. طب علم الحياه اقول لك والله له وظيفه. ايه الوظيفه؟ هو بيهتم بدراسه المخلوقات الحيه وازاي بترتبط مع بعضها واين تعيش وكلام من ده. طيب رقم ثلاثه العلوم مين؟ العلوم الطبيعية، ده رقم ثلاثة. يبقى أنا كده عرفت ثلاث فروع، أول فرع علم الحياة، ثاني فرع علم الأرض، ثالث فرع مين؟ العلوم الطبيعية. قلنا إيه العلوم الطبيعية؟ هي العلوم التي تهتم بدراسة المادة والطاقة. يبقى العلوم الطبيعية تعرفها أهو، المادة التي تهتم بدراسة المادة والطاقة. لحد هنا تعريف العلوم الطبيعية. ثم بدأ يشرح ايه هي المادة. المادة هي ايه؟ قلنا اي شيء يشغل حيز وله كتلة. اي شيء عندك يشغل حيز وله كتلة نطلق عليه مادة. زي مين؟ زي الكرسي، زي الجدار، زي المكيف، زي الماسة، زي الهواء، كل ده بنسميه مادة. ليه؟ هتقول لي يا استاذ هو الهواء ماده؟ اقول لك يشغل حيز من الفراغ. الان لو الهواء مش موجود في داخل الغرفه انا ما راح استطيع اتنفس، اذا هو موجود اهو يشغل حيز. طب هل له كتله؟ ايه له كتله؟ يعني مثلا انا لو جبت كوره فاضيه فارغه تماما توها جديده ووزنتها هتطلع مثلا في حدود 200 جرام. طب نعبيها هواء، لها هواء خلاص بقت كرة منفوخة بالهواء، اوزنها راح تطلع مثلا 250 جرام. اذا زاد وزنها ولا قل؟ زاد. الزيادة دي هي دي كتلة الهواء. طبعا الهواء ما نقدرش نوزنه الا ما نحبسه في شيء ثم نوزنه. طيب تعريف الطاقة. الطاقة هي ايه؟ الطاقة هي المقدرة على إحداث تغير أو تغيير في المادة. يبقى أنا عندي كم فرع يا شباب؟ ثلاث فروع، أحسنتم. أول فرع اسمه علم الأحياء، ثاني فرع اسمه علم الأرض والفضاء، ثالث فرع اسمه العلوم الطبيعية. والعلوم الطبيعية دي على فكرة بالمناسبة مقسمة أيضا إلى قسمين. يعني العلوم الطبيعية دي مقسمة عندي إلى قسمين، قسم اسمه كيمياء قسم اسمه كيمياء
وقسم آخر اسمه فيزياء. فيزياء يبقى أنا عندي العلوم الطبيعية عندي قسمين. يبقى أنا كده عرفت علم الحياة أو علم الأحياء، ده أول علم من العلوم. علم الأرض والفضاء ده تاني علم. تالت علم هي العلوم الطبيعية. قلنا علم الأرض بيهتم بدراسة مكونات الأرض من صخور وتربة وغيوم وأنهار وأشياء زي كده، والفضاء بيهتم بدراسة الكواكب والنجوم والحياة على سطح الكوكب إذا كانت موجودة أو غير موجودة. أما العلوم الطبيعية فهي العلوم التي تهتم بدراسة المادة والطاقة. قلنا العلوم الطبيعية مقسمة إلى قسمين، قسم كيمياء وقسم فيزياء. وإلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله نكمل في الحصة القادمة بقية الدرس. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.